بونسوار بونسوار ا توتي ا توس الزول في اللون نيت ما يسمى مرحبا بكم بور سيت سكوند فيديو لهوا ودرار ايناس سيلا لا ركدا النيرار ولا ايناس سليمة ركدا النيرار سليمة ما حبتش تخرج الا غالب عندنا ما نديرولها بورتون قال لها لهوا ودرار قولوا لسليمة عليها الامان فوالا فوالا دونك تري تري بيل شونسون هادي سي اون شونسون تراديسيونيل شاوي الناس كل الناس كل سليمة جول جول صح الي دونك راح نرجعوا على اليامس على الشيء اللي تكلمنا على هذوك العصابه هذوك الناس ما في عصابه هذوك الربعه ثلاثه خوا اللي هجموا على واحد لافارماسي وبالسيوفه بالسيوفه هذوك الناس ولات اني قلت لكم ولاو الناس حنا تقول رانا في العهد ما قبل التاريخ بالسيوفه شكون دوك نعطوا لي واحد في العالم درك يتقابض بالسيف ما كانش الناس يحبوا حنا يحبوا يرجعونا الاف السنوات اللور الاف السنوات اللور السيوفه يا ابن عمي السيوفه الناس توصلت اليوم وين حبسوا لا فيولونس فيربال نحوها على بالكم ماشي ولا لا فيولونس فيربال كي تهضر مع واحد وتعيط عليه تقول واه اسمع سي محمد عيط هذه تسمى فيولونس فيربال قادر يشكي بك ويديك العداله الناس تغلبوا عليها الناس اللي عندهم في كيف يسموا في البيي ديفلوبي في البيي ديفلوبي تغلبوا على ما عادش الناس يولي حتى كيتقابض معاك ويهضر معاك نورمال يقول لك نو مي ماهوش كذا يا خويا انت كنت دير هكذا وكنت دير او يتقابض معاك ويقول لك لا 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 يا خويا على كل حال يقول لك دوك نشوفوا يا خويا ما كانش نشوفوا العداله والاخر يقول له يا خويا واش راح نقول لك ايه داكور مين تاعنا حنا راهو يعني اللي نحسبوا في روحنا مسلمين يا والله العظيم يا الكلمات اللي نقولوهم حنا والله لا يتقالوا في بلاصه والله لا يتقالوا في بلاصه سبحان الله دونك وزيد لا فيولونس وزيد بالسيوفه الناس هذو داومهم وراحوا لا فارماسي طلبوا دواء على كل حال هذوك وقيلا دي بسيكوتروب ولا ما على باليش واش طالبين هذوك اللي يشربوهم الناس المجانين كيما قال واحد دوكا كيما قالوا لك تاع لا فارماسي ولاو الجزائريين كل يشربوا بسيكوتروب الناس كل مجانين وعنده الحق العاليه دكتور العاليه تحيه كبيره الى الاخو عندي العاليه عندي بزاف خلاص ما تهضرش معاهم شتوش جو سي با واش حوالو جو سي با كيما كان الناس يتعرفوا دكتور العاليه الوغ قال لي خطره قال لي مشيو منصف قال لي ما عادش نمدو تريتمون انديفيديوال قال لي ما عادش ينفع قال لي شوف لازمنا نشوفو نديرو تريتمون كوليكتيف قلت له كيفاه الطبيب قال لي نطلعو للشاتو دو قال لي ونجيبو لي الدواء ونريحيو بالقنطار ونروحو في هذاك الشاتو دو في هذوك الاخر ونطلقو باش كي يجي العين يطلقو الناس كلش الوغ هذوك الناس تم التوقيف نتاعهم ومشكورين قوات الامن الاجهزه الامنيه ديما في بالمرصاد يعطيهم الصحه ايزون غيوسي كي اريتي هاد الثلاثه هذو معاهم هم واليوم تم التقديم نتاعهم الى وكيل الجمهوريه بمحكمه الدار البيضاء اللي بدوره قام ب الى انتربولي كيما يسموا لو ماجيسترا انستركتور عقبهم القاضي التحقيق وقاضي التحقيق لا اوفر اون انفورماسيون جوديسيير لا رونكونتر و كما قال واحد وحطهم في الحبس المؤقت دونك ايزون ايتي انكارسيري دونك اون ديتونسيون بروفيزوار حتى يزيد يتم التحقيق جابوا ناس بزاف اللي ضربوا حتى اللي كانوا مواطنين جابوهم سمعوهم اللي كانوا ثم سمعوهم اللي كانوا ثم كما قال واحد وهذا هو كانوا قبيل تنعتوا في واحد الطفله تخدم تما تبكي قالت انا ما عادش عندي لوغو باش نخدم انايا قال كي جاب ربي الطفله هذه خرج تحت تجيب لابوليس كي سمعوا الجيران قالوا لهم اجريوا جيروهم عند اتونسيون جايينكم جايبوا جابوا رايحين يجيبوا السيوفه ويجيبكم راح تجري مسكينه الكوميساريا دو بوليس هما ديجا دخلوا كما قال واحد كما قالت رجعت كي رجعت لقيت الدمومات في الحيوط في الاخر اون ديري كارثه دونك لا غالب يعني واش نقول الناس هذو كما قلت لكم البارح هذا المساكن الخاوه هذو اليوم راهم بيتين في الحراش امهم راهي في سجن القليعه يعني على غير شيء اوترومون كانوا يترطبوا على كان جيران اللي عايم مارفين عندهم شويه لي كومبريمي هذو يعطيوهم ولا يروحوا يشوفوا فارماسي اخرى ولا يشوفوا يستناو المعلم قال ولدي رانا حابسين ولا يشوفوا كيف يدير ولا يعيطوا في الهاتف ينجموا يعيطوا حتى قال ولدي حنا رانا عندنا واحد لازم يشرب هذا الدواء هذا ولا كذا باش
مي بنعمي يعطيوك الدواء ولا تقتلهم. دونك الاتهامات اللي داروا لهم اتهامات خطيره جدا، داروا لهم محاوله القتل، داروا لهم محاوله القتل، على بالكم سي غراف، محاوله القتل بزاف، داروا لهم دي 5 ولا 6 ديلي، تحطيم ملك الغير، واش يقولوا الضرب والجرح العمدي، وروح دونك دي ديلي اللي يقدروا يوصلوهم حتى ل 15 سنه حتى ل 20 سنه، ولا قيل داروا لهم جنايات على حسب لي تخوا فخيغ هادو جو بونس عقبوهم جنايات. المرا على كل حال ما هي ما ضربتش، ما شاركتش في الضرب، مي هي كانت معاهم، وعلى بالك ممكن القانون يقول كل من شارك في الجريمه من بعيد ومن قديم من قريب، حتى لو كان يكون واحد على باله قال لهم اني راح نروح نضرب، هو على بالهم به وكان يسمعوا به يجيبوه حتى هو. على بالكم كل من شارك في الجريمه قريب من بعيد يتم استدعائه ويتم سمعه على محضر. هذه ماهيش تكون هي ماهيش هي الاولى وماهيش هي الاخرى. حنا ضامنا مع اليوم عيط لا فارماسي تاع الاخ هذا، ما لقيتهمش، ما ساسون بيرسون ريبون، وقيلا ما خدموش، باش نقول لهم بلي حنا نضامنوا معكم، والشيء اللي صرا هذا سي ان انسيدون ان شاء الله يتنسى، وكملوا خدمتكم كما قال واحد. مي سامبلومون جو فيلور بروبوزي اون شوز، دوكا انا بالك ندير ان ارتيكل دو بريس، ومادام الجزائريين كل اللي يشربوا هاد الدواوات هادو راح تولي الدنيا خطيره. دونك انا جو في بروبوزي المينيستر دو لا سونتي، لعله لي فارماسي كامل ما عادش تدخلوا في لي فارماسي، ما عادش الجزائريين يقدروا يدخلوا لا فارماسي، نوليو نديرو لهم بالك دي غيشي ينجم غير يمد لا فارماسي، ينجم غير يمد الوصفه نتاعو برك يقعد ثما، وهي ولا هذاك السيد الاخر يدخل يروح يجيب صدير على طاقه صغيره كيما هكا ويعطيو له هذا مكان لا غالب. يفو فير كوم سا، سينو ما عادش فرا. اذا سورتو لي فارماسي دو غارد في الليل بن عمي سي ريسكي، الناس يجيو كيما قال واحد جاي يقتلوا الناس، جاب ربي هذو الناس سون فوني بور توي، على بالكم كيما قال لك الاخر، واش نحكموا حنا في الناس سيف فيه مترتين، واش تحكم فيه انت، واش راح تحكم فيه؟ دونك انا بالي لي فارماسي دو غارد بالي ما عادش يحلوا. انا نقترح الوزاره الصحة لي فارماسي دو غارد يفو بلو اوفغيغ، يفو بلو اوفغيغ، يفودغي ترافايي والباب مغلوق، كي يجي واحد يصوني حلو غير شوية الشبايك هذاك ولا منا غير باش تحكم عليه لوردونونس برك ولا حاجة، وهذا هو وتربيلو دوا والباب مقفول، ولا يديرو دي غيشي غير كيما تاع لي ستاد هذوك. انت على الاستاد هذوك، هذا هو الغالب، يعني تضحكوا ولا تقعدوا سي كوم سا. حنا في الاستاد داير لنا شبايك كي الحيوانات، كي هذوك القرود هذوك ولينا ضوش يا ابن عمي. في الاستاد اوروبيان ما كاين شبايك لا والو، ميطرا كيما قال واحد على اللاعبين ما يصرا والو. حنا عندنا حنا الشبايك وراح ياكلوا الشبايك، والله الناس اليوم يسوطيو في الشبايك. دونك حتى بور لي فارماسي هذو مادام هكذا لازم يديروا لهم دي غيشي صغار كيما تاع لي ستاد، الاخر يجيب الوصفه نتاعو يعطيها كيما قال واحد، الاخر يروح يجيب له الدواء ويستنى هو ثم يقفل الساعه الكيشي، قادر يخشلو على ديك القعره هذيك، يقفل يقول صبر يروح يجيب هذيك وخلاص. لازم يديروا كيما هكذا باسكو ولينا دونجي، حنا ولينا ما كيما قال واحد ولينا خطر، حنا ولينا خطر سي با نورمال. على كل حال ربي يقدر الخير، هذا هو حبيت نقول لكم برك بلي هاد الناس هذو راهم تم التوقيف نتاعهم وتم تقديمهم قدام النيابه البروكيور وكيل الجمهوريه اللي اسون تور الى سيزي الجوج دانستركسيون قاضي التحقيق اللي فتح تحقيق، وكيما قال واحد الى بلاسي هاد الناس هذو اون ديتونسيون بروفيزوار، دونك لو طون دو يتموا بعد يعيطولهم الحكم بعد تولي فيها دي تيموان وتولي فيها منها. مي انا نقول لكم بلي راح يضربوا فيها اكثر من 10 سنين وطلع، هذه رسمي هذه. علاش؟ باسكو الناس هذو داروا جنايه كبيره، الناس محاوله القتل ابن عمي، عاد الناس ما تخمامش كيما قلت لكم انا، الانسان لازم قبل ما يدير حاجه يفوك البونس ساعه قال استنى شوف لو كان ندير هالشيء هذا بوتيتري يولي عليا، يفو فيك كوم سا، موش قال ايا خليه كيما قال كيما كانت تكتب لي وحده قويه على هذاك اللي قتل الميليتير في الجامع، قال لك راهو مريض عقليين. يا مدام معليش انا نحترم رايك، هو مريض عقليين، كي عاد مريض عقليين علاش ماهوش في السبيطار؟ هذه الاولى. كي عاد مريض عقليا علاش ما قتلش مرتو ولا هادو اللي معاه ولا خوه ولا الناس اللي معاه؟ كي عاد مريض عقليا علاه كيخرج الصباح من الدار هز الموت وجا، علاه ما ضربش الناس اللي تلاقاهم في الطريق؟
كي عاد مريض عقليين، علاه كي جا للمسجد ما قتلش الناس اللي كانوا قدامه في المسجد؟ كي عاد مريض عقليا علاش راح باش يقتل السيد هذا؟ لقى واحد بحذاه ما قتلوش وخلاه وراح له اللي هو قتلو اللي هو. دونك ما سامخش با هذه، ما سامخش با. دوك نروح للجاري انايا نطلع نقتلو ونروح نجيب سيرتيفيكا ميديكال بلي شوي مالاد، سا تيان با هذه. كيما قال لهم واحد ما عادش تهضر لنا هذه تاع مريض، هذا مريض ويعرف باب دارو، مريض ما يقتلش، مريض بالك يضرب البنيه، مي مريض يروح يجيب سكين يضرب السيد، يضربوا ديريكت القرجومه مسكين باش ما يقدرش يتحرك، على بالك ضربوا القرجومه ديريكت. ومن بعد الاخر مسكين من قوه الضربه كي طار الدمو ما طار هرب مسكين، طاح في الجامع كي شافوا الاخر طاح زاد راح زاد ذبحوا. تجي تقول لنا هذا مجنون، سبحان الله. على كل حال ان شاء الله من بعد نقول لكم قيم ديال هنا اتوتال ان شاء الله.